السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. كلف المجلس الأعلى للسياحة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارتي السياحة والمالية بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمنشآت السياحية الموضوعة بالاستثمار والتابعة لوزارة السياحة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي. كلف المجلس الأعلى للسياحة وزارتي السياحة والمالية بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمنشآت السياحية الموضوعة بالاستثمار والتابعة لوزارة السياحة لاتخاذ قرار حول جدوى عائداتها الاستثمارية لتحقق البعد الاقتصادي الوطني من هذه الاستثمارات. ووافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بشكل أولي على مشروع أمريت للاستثمار والتطوير السياحي بطرطوس بالاتفاق مع شركة شام القابضة، تمهيداً لتصديق الاتفاق بشكل نهائي بعد معالجة بعض الملاحظات المطروحة. وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول عدد من النقاط المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية التي تصل لحدود المشروع والبرنامج الزمني للإطلاق والتنفيذ ومعالجة أي تبعات للمصاريف السابقة وعامل ودرجات الاستثمار. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المضي بالمشروع بشرط تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية منه وتلافي أي ثغرة قانونية أو غير قانونية ممكن أن تؤدي للتأخير في تنفيذ المشروع بجميع مراحله والالتزامات مقابل أي تأخير في التنفيذ المرحلي أو النهائي. كما التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي. التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة وناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بالواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة. وبين المهندس خميس أهمية هذه الاجتماعات كونها تبلور رؤية عمل مشتركة بين مجلس الشعب والحكومة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع التنموي والاقتصادي والخدمي في جميع المجالات ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على هذه القطاعات. وتركزت مطالبات الأعضاء حول قضايا تتعلق بمعاناة أبناء المحافظة من موضوع السفر عبر المطار وإلزام شركات الطيران الخاصة بتوحيد أسعار التذاكر والسماح للفلاحين بتسويق المحاصيل بغض النظر عن الديون إليهم وتفعيل مركزي الصوامع والإعفاء من فوائد القروض عن عامي 2014 و2015 ومعالجة موضوع أراضي الإصلاح الزراعي التي لم تستملك حتى الآن. وبين الأعضاء ضرورة الاهتمام بالجانب الخدمي وفق الإمكانات المتاحة وخاصة النظافة ومكافحة الأوبئة وتفعيل عمل الفرنين الآليين في الشداد وحل مشكلة الازدحام في المدارس بسبب زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد وتأمين الطرق اللازمة لنقل الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتحسين وقع الكهرباء في المحافظة من خلال إعادة تأهيل محطة السويدية. وفي معرض رده عن تساؤلات الأعضاء لفت المهندس خميس إلى أنه تم توجيه وزارة النقل لدراسة إمكانية تعزيز النقل الجوي إلى الحسكة بزيارة إضافية موضحاً أن موضوع عدم تقيد طائرات القطاع الخاص بأسعار تذاكر الطيران المتفق عليها قيد المتابعة. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن دعم محصول القمح لدوره في تعزيز الأمن الغذائي مؤكداً أن جميع المواضيع المطروحة محط اهتمام من قبل الحكومة ويتم معالجتها تباعاً. أكدت مديرية النقل البحري في وزارة النقل أن منظومة إدارة تنظيم ومراقبة حركة مرور السفن دخل طور التشغيل والعمل في المجال الملاحي بما يعزز سلامة الحركة الملاحية. وأوضحت المديرية أنه تم إنجاز مشروع الصيانة الذي نفذه مركز البحوث والدراسات العلمية بدمشق خلال العام الماضي، وذلك بعد تعطلها مدة 4 سنوات وتوقفها عن العمل منذ عام 2013، وقد تم وضعها في التشغيل قبل أيام بعد إجراء الصيانة المتكاملة اللازمة متوقعة أن يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية.
أكد مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على استصدار نص تشريعي يجمع النصوص التشريعية العقارية بحيث يكون مرجعا في التشريعات العقارية. ولفت مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية أنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع تشريع عقاري موحد، حيث انطلقت اللجنة في أعمالها من تكريس المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها نظام السجل العقاري وتعزيز المرجعية العقارية الواحدة وتمكين المديرية العامة للمصالح العقارية من القيام بهذا الدور. بتكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، كرم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي 325 أسرة شهيد من أبناء بلدة الربيعة بمحافظة حماة، كما قام بجولة تفقدية شملت سوق 8 أذار للخضار والفواكه وصالة بيع تتبع للمؤسسة السورية للتجارة ومركز تحضير وأعداد اللحوم في مخبزي محردة وسلحب الآليين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي بجولة تفقدية إلى محافظة حماة شملت سوق 8 أذار للخضار والفواكه وصالة بيع تتبع للمؤسسة السورية للتجارة ومركز تحضير وإعداد اللحوم، معلنا أنه يجري يوميا استجرار نحو 4 أطنان من مادة اللحوم من محافظة حماة وشحنها إلى صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة في مختلف المحافظات. كما زار وزير التجارة الداخلية وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء بلدة الربيعة وكرم 325 أسرة شهيد من أبنائها الأبطال الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن وطنهم، معلنا أن الوزارة أقرت بناء مخبز آليا خلال هذا العام في بلدة الربيعة كتكريم لأهلها وأبنائها. اليوم نقوم بتكريم ذوي شهداء بلدة الربيعة برعاية السيد وزير التجارة وحماية المستهلك، وهذه لفتة كريمة من السيد رئيس مجلس الوزراء الذي قام بتكريم السيد الوزير. الربيعة قدمت أكبر عدد تقريبا هون من الشهداء، الله يرحم الشهداء جميعا، وأهم شيء هلأ الله يحمي جيشنا الباقي، جيشنا جيش البلد. ولدى جولته التفقدية لمخبزي محردة وسلحب الآليين أوعز وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة تأهيل وصيانة وتجديد تجهيزاتهما وخططهما الإنتاجية وعدد من الآلات والمعدات فيهما بكلفة تتراوح بين 25 و30 مليون ليرة لمخبز محردة و20 مليون ليرة لمخبز سلحب، لما فيه رفع كفاءتهما الإنتاجية كما ونوعا. جولة في مدينة محردة، زيارة الفرن الآلي، اختيار مركز لإقامة المطحنة في مدينة سلحب. إن شاء الله شي شهر بيكونوا أجر الخبراء الإيرانيين، نجحنا وياهم نحط حجر الأساس للمطحن سلحب وفرن الربيعة وإعادة تأهيل فرن محردة. كما اطلع الغربي على موقعين مقترحين في ناحية سلحب ليكون واحد منهما مكانا لإنشاء مطحنة سلحب التي وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إنشائها مؤخرا. حولت المؤسسة العامة للتبغ 10 ملايين ليرة قيمة الدفعة الثانية لفرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سقيلبية كقيم لأسمدة السوبر فوسفات واليوريا لتمويل محصول التبغ حتى منتصف حزيران الحالي. مدير فرع المصرف أكد أن الفرع يوصل توزيع الأسمدة على المزارعين بموجب القوائم التي ترد تباعا من المؤسسة العامة للتبغ، وهي مدفوعة القيمة من قبل المزارعين لدى المؤسسة وتحدد فيها أسماء المزارعين والكميات المحددة لهم من الأسمدة. أكد مدير عام شركة صناعة الكابلات بدمشق أن مؤشر الإنتاج سجل مبيعات بقيمة 6 مليارات و800 مليون ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. مدير عام شركة صناعة الكابلات بيّن أن مبيعات الشركة منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات و600 مليون ليرة، كاشفا عن توقيع عقد مع مؤسسة توزيع الكهرباء بقيمة تصل إلى نحو 2 ملياري ليرة ومع مؤسسة الاتصالات بقيمة 300 مليون ليرة.
تتفاوض سلطات النظام القطري مع إيران وتركيا لإمدادها بالسلع الغذائية والمياه بسبب الحظر المفروض عليها من دول الخليج. قطر التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية خاصة أن مخزونات الحبوب لم تكفي البلاد سوى 4 أسابيع، بدأت تعمل على وضع خطة استراتيجية لتأمين المواد الغذائية لمواطنيها. قررت هيئة المكتب التنفيذي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في القاهرة إيقاف كافة عمليات توظيف العمالة المحلية مع النظام القطري. وقال مدير المكتب التنفيذي للهيئة أن نحو 250 ألف مصري يعملون حاليا في قطر ويشاركون بالخطط التنموية بها، لافتا إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن تعاقدات العمالة المصرية هناك والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها. انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 582 ليرة و59 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1285 دولار و91 سنتا، محليا 18900 ليرة لعيار 21، 16200 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برنت سجل اليوم 48 دولار و40 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 45 دولار و98 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.